مرحبا بكم جميعا في هذه الجلسة الثالثة من أيام ويكي بيانات العربية في نسختها الأولى. الجلسة تتناول بالدرس موضوع استعلام سباركل. بعض التفكير لبعض الأمور التي تناولناها بالدرس في الجلسات الماضية. أولا، أن الاستعلام هو عبارة عن سؤال محدد له علاقة بجانب معين من معطيات قاعدة البيانات، يعني هو عبارة عن سؤال بصيغة معينة يمكن من الإجابة على استفسار معين. ثانيا، أن سباركل هو نسخة معدلة من سيكول. من يمتلك الخبرة في سيكول يمكنه تعلم سباركل بسهولة، وسباركل هي لغة الاستعلام التي سنستعملها لكتابة السؤال كما قلنا سابقا. ثالثا وأخيرا، أن طلب الاستعلام لديه صيغة محددة وجب احترامها. الصيغة التي سنقوم باحترامها عند كتابة استعلام سباركل هي ما تشاهدون الآن على الشاشة. أولا، هنالك تعريف واختصار BDAT URI وهي اختيارية، لأن BDAT URI الخاصة بويكي بيانات هي موجودة أصلا ولكنكم لا ترونها على واجهة المستخدم لخدمة استعلام سباركل، وهي لديها الصيغة التالية prefix foo BDAT URI. الـ URI هو ما نستعمله لتقديم عنصر معين، وهو موقعه على الشبكة، موقع العنصر. إنشاء هذه الاختصارات يمكن من اختصار طريقة تعريف العنصر عندما نتحدث عن الشروط. ثانيا، هنالك select تليها المتغيرات، أي ما نريد الحصول عليه. ثم نستعمل where متبوعة بالأقواس المجعدة curly braces لتعريف الشروط التي تبين ما هو الشيء الذي نريد الحصول عليه. يعني مثلا، إذا كنا نبحث عن إنسان يشتغل كصحفي، نكتب هنا اسم المتغير نقطة استفهام صحفي مثلا، وهنا where نبين أن الصحفي هو إنسان وأنه يشتغل كصحفي. هذا هو. ثم بعد هذا، هناك مجموعة من كلمات المفاتيح تسمى مغيرات الاستعلام، يعني هي تكون بعد الاستعلام نفسه هنا، وتقوم بفلترة النتائج أو بإعادة ترتيبه أو بحصر النتائج بصفة أو بأخرى للحصول على نتيجة يمكن أن تكون أقل تعقيدا من أن نرى كل النتائج التي يمكن أن تكون 100,000 أو 10,000 إلخ، أو لتصفية ما يمكن أن يكون odd values، يعني أن يكون قيمة ليس لها علاقة بما نريد البحث عنه. طيب، يبدو أن الأمر معقد في البداية، لذلك سوف نبدأ بتعريف أو بتفسير واجهة المستخدم لخدمة استعلام سباركل وبعض الأدوات التي يمكن استعمالها
لإنشاء التعليم مثل هذا بدون حاجة إلى تعلم سباركل. لمساعدتكم في البداية، أولا واجهة تعلم سباركل كما تشاهدون فيها بعض الأزرار هنا، وهنالك على الجانب هنالك بعض مجموعة من الأزرار هنا، وهنالك مجال لكتابة استعلام سباركل وهو هذا. بالنسبة للمساحة العلوية فيها مساعدة، وهي هنالك بوابة المساعدة، دليل المستخدم، أمثلة الاستعلامات. يمكن أن تضغط على كل واحدة منها لتعلم كيفية كتابة سباركل، قائمة البديئات. يعني هناك مجموعة من المعلومات التي يمكن قراءتها إن كان لديكم وقت، والتي سنتطرق إلى جملة من ما يحتوي هذه المراجع، مما تحتوي هذه المراجع خلال هذه الجلسة. ثانيا هناك المزيد من الأدوات، هناك تعديل البنود، الاستعلام على البيانات، تحسين واجهة المستخدم، تصور البيانات. هناك بعض الأدوات التي لا تستعمل سباركل والتي تمكن من استخراج معطيات من ويكي بيانات باستخدام واجهات مستخدم أخرى وأدوات أخرى، يمكن أن تستعملوها عوضا عن سباركل. إذن يوجهكم إلى بعض الأدوات الأخرى التي يمكن أن تستبدل استعلام سباركل في بعض الأمور. طبعا هناك أيضا الأمثلة التي يمكن البحث عنها، يمكن البحث على استعلام سباركل من قبل، تم تسجيلها من قبل، وعندما تجدون ما تريدون يمكن تعديل الاستعلام ليتناسب مع ما تريدون البحث عنه. هناك أيضا ما يسمى منشأ الاستعلام. منشأ الاستعلام هو يوفر واجهة مرئية لإنشاء استعلام سباركل بسيط مثالي للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة. طيب، للاستعلام ليس عليك أن تقوم بإنشاء select أو where أو أي شيء، هو فقط الضغط على بعض الأزرار وكتابة بعض المعطيات وهذا كل شيء، وتحصلون على ما تريدون. الأمر بسيط، هنالك تبدأ بتعريف الشروط. الشروط هنالك على هذا الجانب، هناك مع أو دون. مع أو دون تمكن من حصر إذا كان هذا الشرط يجب أن يكون موجودا أو لا يجب أن يكون موجودا. إذا ضغطتم على دون فهذا يعني أن الشرط هذا الشرط لا يجب أن يكون موجودا. إذا ضغطتم مع فهذا الشرط يجب أن يكون موجودا مثل ما ترون هنا. ثم هنالك اختيارات بين ثلاث، هنا تشاهدون تطابق، لكن يجب أن يكون دون أو بغض النظر على القيمة. تطابق يعني أنه يجب أن تكون الخاصية التي سندخلها هنا سندخل خاصية تبدأ ببي ثم رقم، يجب أن تكون قيمتها مطابقة لما سيكتب في مجال القيمة أيا كان ما سيكتب. إذا كنا سنختار دون فهذا يعني أن قيمة الخاصية لا يجب أن تكون هذه القيمة بالمرة، يمكن أن تكون أي قيمة أخرى. وثالثا إذا كانت بغض النظر على القيمة يعني أن هنالك هذه الخاصية في العنصر، ولكن لا يهمنا أن نرى إذا كانت لديها قيمة معينة أم لا. ثم أخيرا هنالك مراجع، يمكن أن نهتم فقط بالبيانات التي لديها مراجع.
مثلا نقول أن هذه هي الموثوقة فقط فلا نبحث إلا عنها، أو يمكن أن نبحث فقط بدون مراجع، وهذا نستعمله عموما للبحث على البيانات التي ليس لديها مراجع حتى نستطيع إضافة مراجع إليها، أو مع وبدون مراجع. هذا هو، هناك زر في الأعلى، هذا الزر الذي يشبه سلة المهملات، هذا يعني أنك ستستغني عن الشرط وتقوم بفسخ، هذا كل ما في الأمر. ثم تضيف شرط، هنا أضف شرطا، تضيف شرط فتقوم بنفس الشيء مرة أخرى، وشرط ثالث وشرط رابع وشرط خامس إلى آخره ما تريد. بعد ذلك هنالك الإعدادات، سوف تحدد النتائج. مثلا تقول أنا أريد المئة نتيجة الأولى فقط، لا أريد كامل النتائج، أو يمكنك لا تحدد بعض النتائج، أو مثلا تقول أنا لا أريد التسميات، أريد فقط المعرفات الـ QID والـ PID. ثم تشغل الاستعلام، ويمكنك أن تقوم بالحصول على رابط قابل للمشاركة مثل ما سنبين فيما بعد أن هذه الميزة موجودة أيضا في خدمة استعلام سباركل. ويمكنك أن تظهر الاستعلام في خدمة الاستعلام، ويمكنك أن تقوم ببعض التعديلات على في خدمة استعلام سباركل مباشرة. هذا بالنسبة لخدمة الاستعلام. إذا بينا ماذا تفعل هذه الأزرار. هنالك هذا الزر وهو زر اختيار اللغة، هذا الزر يمكنكم أن تستعملوه لاختيار لغة وجهة مستخدم لخدمة استعلام سباركل. يمكنكم اختيار العربية واختيار والضغط على العربية، وبذلك يصبح كل شيء مكتوبا في الواجهة باللغة العربية. ثالثا، يعني بعد كل هذا سوف نمر على ما هو موجود على الجانب الأيمن من الشاشة. هذه الأشياء في الحقيقة تمكن هذه الأشياء من قيام الكثير من الوظائف. هناك مساعد الاستخدام، وضع ملء الشاشة، إضافة BDAT URI، تنظيم طلب الاستعلام، أمثلة. هذه هي نفس الأمثلة التي وجدناها من قبل، يعني عندما تضغط هنا كأنك ضغطت على الزر، على هذا الزر، وقمت باختيار نموذج يعني لاستعلامات سابقة. وهناك فسخ طلب الاستعلام التي سوف تفسخ ما يوجد في مجال استعلام سباركل. وهناك توليد رابط نحو الاستعلام إذا كنت تريد أن تشارك الاستعلام مع شخص. وهناك زر التشغيل، وهناك زر طلب الاستعلام إذا تطلب الأمر يمكنك أن توقف الاستعلام في المنتصف، لأن الاستعلام أخذ الكثير من الوقت، أو خدمة استعلام سباركل قد تلأت بعض الشيء في إخراج النتيجة، فتريد تعديل الاستعلام للحصول على نتائج أسرع. طيب، لنبدأ إذن بإضافة BDAT URI. في الحقيقة BDAT URI خاصة بويكي بيانات موجودة قلنا سلفا، ويمكن استعمالها من دون إضافة ال BDAT، يعني اختصار ال BDAT. لكن يمكنكم أن تستعملوا هذا الزر في الحقيقة للحصول على BDAT URI. يمكن أن تريدونها في بعض الشغل الذي تقومون به. الأمر بسيط، الضغط ثم تقولون ما هي نوعية BDAT URI. هل هي BDAT URI ويكي بيانات أم W3C أم أخرى أم بليز جراف، وتختارون ما تريدون من BDAT، وهو سوف يقوم بكتابة اختصار BDAT URI عوضا عنكم.
مساعد الاستعلام، خدمة استعلام لخدمة استعلام سباركل. فحقيقة مساعد الاستعلام يتم تشغيله عبر الضغط على هذا الزر الذي مكتوب فيه I. وفي الحقيقة هو يشبه كثيرا لمولد الاستعلامات، الذي منشئ الاستعلام الذي بيناه من قبل، يعني يشبهه كثيرا، ولكنه أولا ليس لديه نفس الإمكانيات لمنشئ الاستعلام، وثانيا هو ليس لا لا يعتبر لا يعتبر 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 محدودا نسبيا إذا ما قارناه بمنشئ الاستعلام، ولا يمكن من القيام ما يمكن قيام به عبر التعلم سباركل فعليا للأسف. لكنه مع ذلك يساعد على قيام بتوليد بذرة طلب استعلام بصفة سريعة ودون التحول إلى موقع آخر. فحقيقة استعماله بسيط جدا، هناك مرشح، تضغطون على مرشح، المرشح يجعلك تختار قيمة الشرط، تختار قيمة الشرط مثل هذا يعني، ثم بعد ذلك تجدون شيئا مثل هذا، يعني هنالك القيمة التي اخترتها وهنالك الخاصية. إذا كانت الخاصية مناسبة هنا مناسبة نموذج من إنسان، لكن إذا كانت غير مناسبة تضغطون هنا وتختارون الخاصية التي تريد استعمالها في الاستعلام. هذا كل ما في الأمر. في كل في كل شرط هنالك هذين الزران. هذا الزر الذي يشبه سلة المهملين يمكنه من فسخ هذا الشرط، وهذا الزر يمكنه من إضافة متغير يحتوي على تسمية الكائن، يعني عوض أن يخرج لك QID يخرج لك اسم المكان. وهنالك في الأسفل هنالك الحد، يعني عدد النتائج التي تريدون إظهارها. يمكنكم كتابة عدد ويمكنكم الضغط على هذا الزر الذي يشبه سلة المهملات للتخلص من هذا الحد، وهذا كل ما في الأمر. يمكنكم أيضا في مساعد الاستعلام إظهار بعض المعطيات، يعني قيام بعض الخاصيات للمتغيرات التي تم اختيارها باستخدام الشروط عبر إظهار. إظهار تمكنكم من اختيار خاصية، تضغطون على الخاصية ثم سيظهر لك ستظهر لك خدمة استعلام سباركل قيمة هذه الخاصية. هذا كل ما في الأمر. في الحقيقة النتائج في الحقيقة تأخذ الكثير من الوقت أحيانا ليتم إظهارها. وإذا أخذ الاستعلام من الوقت أكثر من 60 ثانية فلن تجد نتيجة، سيكتبون لك الاستعلام استغرق الكثير من الوقت. هنا يجب لك أن تتحيل نسبيا على خدمة على طلب استعلام سباركل وأن تغير فيه حتى يمكن من استخراج نفس النتيجة في أقل وقت. بالنسبة للنتائج إن ظهرت ستحتوي على الشكل التالي، هنالك
أغنية كزر لإظهار كيفية إظهار النتيجة، هنالك كود تنزيل ورابط سوف نفسر مليا الآن ما يفعله كل زر. بالنسبة لزر إظهار النتيجة، هو يمكنك من إظهار النتيجة في أشكال مختلفة، يمكن أن يكون جدول، يمكن أن يكون خريطة، يمكن أن يكون شكل بياني، يمكن أن يكون شجرة بيانات، يمكن أن يكون جراف يعني مثل شبكة بيانية، يمكن أن يكون بعض الصور إلى آخره، سلم زمني إلى آخره. رابط تنزيل يمكنك من تنزيل النتائج التي تحصلت عليها في صيغ مختلفة، يمكن أن تنزلها كجيزون، كتي اس في. تي اس في هو مثل سي اس في، ولكن بين الخانة والخانة هنالك تاب عوض كما. بالنسبة لسي اس في هو كما فاصل يعني، أو جدول HTML يعني صفحة HTML تحتوي على جدول فيه نتائج. هذا بالنسبة للتنزيل. بالنسبة للرابط، هو يمكن من إنشاء رابط قصير للاستعلام أو رابط قصير للنتيجة، يعني عندما تضغط عليه ترى النتيجة بدون الاستعلام، ترى فقط هذا الجدول دون الاستعلام، أو إذا اخترت مثلا خريطة تظهر لك الخريطة دون الاستعلام. هذا كل ما في الأمر. بالنسبة لكود، كود هي تظهر لك نصا برمجيا بلغات مختلفة، لغات برمجة مختلفة كبايثون، كـ HTML، كـ PHP، كـ JavaScript، كـ Java، بايثون، R، MATLAB إلى آخره. وباستعمال ما يخرج من هذه الخدمة، يمكن أن تقوم بنسخ الكود وتنزيله في برنامج أنتم ببساطة القيام به مثلا في لغة بايثون، وبذلك يمكن لبرنامج بايثون الذي تقومون بصياغته عندما تقومون بتشغيله أن يدخل إلى خدمة استعلام سباركل ويخرج نتائج حينية عندما يشتغل دون حاجة إلى أن ننزل النتائج ثم ندعو كود أو برنامج بايثون لقراءتها. فقط نقول له أن هنالك هذا الاستعلام، طبقه في سباركل، طبقه في خدمة استعلام سباركل، وخذ النتائج التي هي نتائج حينية واستعملها في الخوارزميات التي قمنا بصياغتها. كما قلنا، يمكن أن تأخذ الاستعلامات أكثر من 60 ثانية لتشغيلها، وهذا ما لا يمكن لخدمة استعلام سباركل بالنسبة لويكي بيانات القيام به. هنالك أيضا أشياء لا يمكن لمنشئ الاستعلامات أو لمساعد الاستعلام القيام بها. إذن نتبين من ذلك أن لا بديل لتعلم سباركل بصفة جدية، وهنا لا يمكن أن نستعمل خدمة استعلام سباركل من دون تعلم سباركل نفسه. إذن نعود إذن إلى الصيغة التي قمنا بتفسيرها في بداية هذه الجلسة، ونقوم بتحليلها رويدا رويدا حتى نتمكن من معرفة
ما تقوم به كل ما يقوم به كل جزء من استعلام سباركل، وحتى تتمكنوا من كتابة استعلام سباركل دون الحاجة إلى استعمال هذه كل هذه المساعدات وبشكل احترافي. سوف يبين أن تباعا ما يفعله كل جزء من طلب استعلام سباركل. أولا نبدأ ببيانات URI الخاصة بويكيبيانات وفيما تستعمل. في الحقيقة تستعمل بيانات URI الخاصة بويكيبيانات للتنقل من عنصر إلى بيانات الخاصة به، إلى المراجع الخاصة بالبيانات، إلى المقالات ويكيبيديا الخاصة به إلى آخره. هناك شبكة كاملة من العلاقات بين العناصر والبيانات والمصادر والتحديدات أيضا ومواقع ويكيميديا الأخرى الخاصة بالعنصر، كلها يمكن أن يتم تعريفها باستخدام بيانات URI الخاصة بويكيبيانات كما تشاهدون في هذا الرسم البياني. فحقيقة سوف نبين ما يفعله كل بيانات URI. هنا قمنا بصياغة هذا الجدول لتبيان هذا الأمر. أولا هنالك الاختصار WD، وهو يشير إلى كيانات محددة مثل العناصر في ويكي بيانات. يعني عندما تكتب WD double point Q1234 يعني أنك تشير إلى العنصر 1234، هذا ما يعنيه WD. بالنسبة ل WDT فهو يعلم أن هنالك خاصية معينة، يعني WDT P31 يعني أنك تتحدث على P31 كخاصية. يمكن أن تستعمل P31 مع WD، لكن يمكنك استعمال ذلك عندما تريد أن تستعمل P31 كعنصر يعني فاعل أو مفعول به، لكن عندما تريد أن تستعمل الخاصية كخاصية فعليك أن تستعمل WDT. و WDT عندما تستعمل WDT المفعول به سوف يصبح قيمة الخاصية مباشرة. بالنسبة ل P تستخدم مع PID يعني مع معرف خاصية، لكنها عوض المفعول به هنا عوض أن يكون القيمة سيكون البيان نفسه. يعني البيان يعني مثلا سوف يكون نقول ألبرت أينشتاين بي دبل بوينت بي 31، المفعول به سيكون ألبرت أينشتاين هو إنسان كاملة وليس إنسان فقط كما في WTT. لن يعطيك المفعول به الخاص بالبيان، سوف يعطيك البيان كامل. بالنسبة ل PSP مثلا 31 هي تعطيك القيمة عندما يكون الفعل هو statement. يعني عندما مثلا تستعمل P هنا وتفعل بالمفعول به المفعول به تستخرج statement أو البيان كمفعول به. لتستخرج المفعول به الأصلي يعني مفعول به الخاص بالبيان من البيان نفسه يجب أن تستعمل هذه الصيغة PS. يعني تكتب statement البيان PS P31 مثلا، إذا كانت الخاصية الخاصة بالبيان P31 تكتب P31 هنا PS وتخرج لك القيمة كمفعول به.
يعني استعمال P مع PS هو يساوي استعمال WDT، لكن P لديها استخدامات أخرى لأنها أيضا تمكن من استخراج المحددات أو المؤهلات، ويمكن أن تستخرج المراجع أيضا، وهذا المزية التي يمكن استعمال P من الحصول عليها عندما نقارنه بالمزايا التي يمكن استخراجها باستعمال WDT. يعني كما قلنا أن PS P و PS يساوي WDT، يعني P متبوعة ب PS كأنك قمت ب WDT، لكن P و PQ هي تستخرج المؤهل. يعني مثلا تكتب P نقول 31، PQ مثلا off، مثلا نقول P مثلا P31 مجموعة إنساء، مجموعة الناس أو مجموعة أشخاص، نقول من أو عن off، نكتب PQ التي هي المؤهل أو المحدد qualifier في البيان، نكتب من البي فاليو البي اي دي المعرف الخاص بالخاصية of أو عن أو من، و نتحصل بذلك على قيمة المحدد of الخاصية of. بالنسبة للمرجع نفس الأسلوب، لكن عوض بي كيو من qualifier هي بي ار من reference، يعني تكتب بي ار مثلا بي 248 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
PRP248 يخرج لك الـ URL الخاص بالمصدر، رابط المصدر الخاص بالبيان نفسه. طبعا WDS هو يشير إلى بيان معين، لكن أحيانا لا يستعمل بشكل كبير. WDF هو البدء URI الخاص بمرجع، وهذه خاصة بعقد خاصة بالقيم، يعني القيم يمكن أن تعرفوها ك ك ك كعنصر بين قوسين، ويمكن أن تستخرج منها فيما بعد القيم الخاصة بها وكل شيء، لكن هذه الاختصارات أكثر تعقيدا وليس لها مزايا كثيرة، لذلك لا نتطرق لها في هذه الجلسة. طيب، نمر إذن إلى كيفية تعريف المتحولات والشروط وكيفية بناء استعلام سباركل. الأمر بسيط كما قلنا، نبدأ بسيلكت ثم اسم المتحول ثم وير ثم الشرط. الأمر بسيط. طيب، لتعريف المتحول نستعمل نقطة استفهام ثم اسم المتحول الذي تريده، يمكن أن تسميه أي شيء، item، school، museum، يمكن أيضا أن تسميها باللغة العربية عادي جدا، بما أن خدمة استعلام سباركل تأخذ بعين الاعتبار اليونيكود، يعني يمكن أن تقوم بكتابة أي اسم في المتحول، المهم ما يأتي بعدها. طيب، select اسم المتحول where، ثم تفتح القوس المعقوف، يعني القوس المنحني the curly braces، ثم تكتب الشرط أو الشروط، مجموعة من الشروط، ثم تغلق ال curly braces. هذا كل ما في الأمر. طيب،
الشرط يتكون من صيغة ثلاثي، يعني يمكن أن يكون المتحول هو السبجكت، يعني هو الفعل أو المفعول به عادي جدا. المهم أن عندما تقوم بكتابة، تحاول تقوم بكتابته بنفس الشكل في الشرط، يعني نقطة استفهام وايتم. بالنسبة لكتابة الثوابت، بما أن هذا متحول فهؤلاء هم ثوابت في الشرط. الأمر بسيط، تكتب ال بدايات يو ار اي، بدأ اختصار بدأ يو ار اي، كما قلنا في لتعريف الخاصية هو دبليو دي تي، ثم بعد نقطتين تضغط على كنترول سبيس. كنترول سبيس، عندما تضغط على كنترول سبيس يمكن أن تكتب اسم الخاصية أو اسم العنصر، تكتبه ثم تخرج لك قائمة وتختار من بينها العنصر أو الخاصية المطلوبة، تضغط عليها ويتحول ما كتبته إلى معرف الخاصية، ثم تكتب WD نقطتين للعنصر نقطتين، وتفعل Control Space وتختار إنسان، تكتب Human وتضغط على Human فيخرج Q5 وهو معرف عنصر الإنسان. هذا كل ما في الأمر، أظن أن الأمر بسيط. طيب، بالنسبة لبعض المفاهيم التي يمكن استعمالها في بعد سيليكت لكتابة المتحولات، يمكن أن تستعمل distinct عندما تريد أن تزيل التكرار من نتائج الاستعلام بحيث تظهر كل قيمة مرة واحدة، يعني تكتب select ثم distinct ثم تكتب ما تريد كتابته من المتحولات، فقط تكتب distinct هنا. ثانيا، يمكن أن تكتب العلامة نجمة عوض أن تكتب أسامي المتحولات، وهنا ماذا سيفعل عندما تكتب نجمة هنا select نجمة where، ماذا سيفعل؟ سوف يبحث عن كل المتغيرات، كل المتحولات في الشروط ويقوم بنشرها في النتائج. هذا كل مفهوم. ويمكن أن تستعمل distinct والنجمة، وهذا يعني أنك تختار جميع الأعمدة مع إزالة الصفوف المتكررة، يعني الأمر بسيط. طيب، ذكرنا من بعد هذا الرسم البياني وقلنا أنك يمكن استعماله لاستخراج ما تريد استعماله ك PDF URI في الشروط. مثلا هنا تريد sample value، يعني تريد مفعول به يكون عنصر، وتريد أن تستخرج نموذج من إنسان. هنا تبحث على item، هنا item الذي تريد المتحول، ثم تبحث تجد أن هنالك simple value هنا والبدء URI WDT، فتستعمله WDT وتستعمل WD هنا، لأن بما أن الفاليو هو عنصر أصلا فتستعمل WD. إذا كنت تبحث مثلا عن طريقة أخرى للوصول إلى هنا، يمكن أن تبحث تجد هنا بي التي تذهبك إلى البيان و بي اس التي ترجعك للقيمة، تستعمل بي و بي اس وتجد ما تريد، أو يعني تكتب هنا بي و بي اس، يعني أن تكتب بي ثم statement، تكتب statement ثم بي statement بي اس وتكتب الفاليو، أو هنا يمكنك أن تكتب item P ثم تفتح معقوفين، وهذا يعني أنك لا تهتم بالستيتمنت ولكنك تهتم بالباث، يعني بالطريق بين item والسمبل فاليو. تكتب item P
مهما كانت قيمة بي، لا يهمني أن أستخرج، الستيتمنت، البيان. المهم ما يوجد في البيان، المهم أن البيان في وسطه بي اس بي 31 دبليو دي كيو 5، وهذا كله ما في الأمر. ونقطة. إذن هنالك هذين الطريقين، وهذا الطريق يمكن استعماله أيضا إذا كان دبليو دي تي هنا ودبليو دي تي هنا، وتريد أن تختصر الطريق مثلا بين شرطي، شرط يكون فيه المفعول به متغيرا، والشرط آخر يكون فيه الفاعل متغيرا والمتغير هو نفسه. مثال آخر، هنالك نريد أن نصل من الايتم، من الايتم الى المصدر، يعني من البيان الى المصدر. نجد اننا يجب ان نستعمل بي ثم بروف واز ديرايفد فروم ثم بي ار مثل ما ترون هنا، وبذلك نستخرج ما نريده. طبعا هذه النقطة فاصلة، سوف نشرحها فيما بعد ماذا تفعل بالضبط. إذا مثلا بحثنا هنا ولم نجد طريقة للوصول إلى ما نريد، يمكن أن نفعل ما يسمى بالديباجينج. الديباجينج هو محاولة تدريجية لمعرفة طريقة الوصول إلى نتيجة معينة. يعني ممكن أن تستعمل عوض أن تستعمل صيغة معينة وتبقى تبحث وتجرب وتجرب وتجرب. تكتب بروب، أنت تريد أن تعرف ما هي البروب المناسبة، تكتب بروب وتكتب أوبجكت وتكتب ليميت 100 مثلا، وتبحث في المئة نتيجة ما يناسبك وما تريد الحصول عليه، ثم تغير البروب التي حصلت عليها ببروب هنا وتفسخ هنا، وهذا كل ما في الأمر. هنا مثلا نريد أن نبحث على وجود خاصية دون أهمية لقيمتها، يمكن عوض أن نكتب متغيرا يمكن أن نستعمل معقوفين هكذا، وهذا كل ما في الأمر. أحيانا نريد الحصول على متغير كجزء من عناصر قائمة، يعني أحد عناصر قائمة. هنا الأمر بسيط، تكتب values اسم القائمة، ثم تكتب عناصر القائمة، ثم تكتب item مثلا أو مع الخاصية، يعني العنصر مع الخاصية، ثم تكتب value وتكون وتكون value بذلك أحد عناصر هذه القائمة. يعني ماذا سيفعله استعلام سباركل؟ هو أنه سيبحث على item WTT هذه B166 التي هي متحصلة على جائزة، ثم يبحث إذا كانت جائزة هي جائزة نوبل للكيمياء أو جائزة نوبل للفيزياء. طيب، الجمع بين الشروط هذا أمر مهم، لأننا في معظم الأحيان لا يكون هنالك شرط واحد، يكون هنالك العديد من الشروط. طيب، أول طريقة هي كتابة الشرط ثم يليه نقطة، ثم ترجع إلى السطر وتكتب الشرط الثاني ثم الشرط الثالث ثم الشرط الرابع ثم الشرط الخامس. هذا يعني أنك تقول لسباركل أنك تريد النتائج، هذه النتائج، نتائج المتغيرات عندما تكون كل الشروط موجبة. هنالك النقطة فاصلة منقوطة هذه، وهي تستخدم لاختصار كتابة الشروط عندما يكون السبجكت الفاعل هو نفسه. يعني هنا الفعل هو نفسه،
عوض أن نكتب كل شيء في سطر، نكتب الفعل مرة واحدة ونكتب الخاصية ثم المفعول به نقطة فاصلة منقوطة، ثم نكتب خاصية مفعول به فاصلة منقوطة، خاصية مفعول به فاصلة منقوطة، ثم في آخر خاصية ومفعول به نضع نقطة. ثم هنالك الطرح ماينس. الطرح ماينس يستخدم لاستبعاد النتائج التي تطابق شرط معين من شروط النتائج، وهي تستعمل للفرز. هنا نريد أن الشخص عنده حيوان معين، ونريد أن نستبعد النتائج التي فيها شخص لديه حيوان من صنف ثاني مثلا ماينس. تكتب subject predicate object يعني عنصر خاصية مفعول به بين curly braces، ثم تكتب minus curly braces وتفعل خاصيات. يمكن أن تكون أكثر من خاصية على فكرة، يعني يمكن أن تكون ليس أكثر من خاصية، أكثر من شرط بين curly braces. المهم أن هنالك minus للاستبعاد، وهذا كله مثل الأمر، وللخاصية الأساسية هناك curly braces. هنالك أيضا union، وهو يستخدم للاتحاد، أي لدمج شرطين أو أكثر، بحيث ترجع النتائج التي تتطابق مع أي من الشروط. يعني إذا الشرط الأول كان صحيحا تخرج النتيجة، إذا الشرط الثاني كان صحيحا تخرج النتيجة، يعني أي من الشرطين، هي عبارة على أو. وماينس هي عبارة على نت. طيب يونيون مثلا، هنا نريد الأشخاص الذين أقل من 18 سنة والأشخاص الذين هم أكثر من 65 سنة. نفعل هكذا curly braces، ونكتب الشخص ونعمل فلترة لجعل العمر أقل من 18 سنة، ثم نفعل هذا union، ونفعل person age كذا، ثم فلتر 65 سنة، ونغلق curly braces. طيب هذا بالنسبة للجمع بين الشروط. بالنسبة للوصول للأسماء أو الأوصاف، قلنا في جلسة سابقة لمساق علوم البيانات أننا نستعمل RDFS label كخاصية للوصول إلى الاسم الرئيسي label الكيان، و schema description للوصول إلى description، و causal label للوصول إلى التسميات البديلة لكيان. كيان نقصد العنصر. ونستعمل فيلد لونج عربية مثلا لتبيان أن لغة الشيء هو العربية أو الإنجليزية إذا كانت إنجليزية EN. ثم هنالك سيرفيس ويكي بيس ليبل، هو اسم طويل يعني، وهي خدمة تقوم تلقائيا بجلب الأسماء والأوصاف بلغات محددة لكنها تأخذ العديد من الوقت. هناك ميل، وهو يشير إلى اللغات المتعددة multiple languages، يعني هي ليبل متعددة اللغات، يعني تستخدم في كل اللغات المكتوبة بلغة لاتينية. و EN وهي الإنجليزية كما قلنا. مثال، هذا مثال ترون فيه مثلا، هنا عندنا نريد استخراج الأسماء أو الأفعال، الأسماء أو الأوصاف أو الأسماء البديلة لـ Q42، وهو ما بيناه مسبقاً Q42 الذي هو المثال الذي استعملناه في الجلسات الماضية، وهو اسمه دوغلاس آدمز. هنا نرى جلياً أن استخرجنا الأسماء الرئيسية باستخدام RDFS label، الأوصاف باستخدام schema description، والأسماء البديلة باستخدام add label. ثم قمنا بفلترة النتائج باستخدام filter ولونج، ثم اخترنا اللغة الإنجليزية للفلترة، ثم بينا هذه خدمة جلب الأسماء والأوصاف تلقائيا بلغات متعددة
اولا سيرفيس ويكي بيز ليبل هذه بي دي سيرفيس برام ويكي بيز لانجويج، ثم اخترنا اوتو لانجويج وهي اللغة التي بيناها من قبل في واجهة مستخدم خدمة استعمال سباركل، وبينا من قبل أن اخترنا اللغة العربية. ثم تليها ميل وهي اللغات المتعددة إن وجدت، ثم اللغة الإنجليزية كآخر حل. تجدر إشارة إلى أن هذه الخدمة سيرفيس بيز ليبل تخرج إلا الاسم الرئيسي، فهي تجلب الأوصاف أو التسمية البديلة، وهي حرفيا بديل ل item RDFS label item label و filter long label equal EN حرفيا. يعني في الحالات الطبيعية يا إما أن نستعمل item RDFS label item label أو أن نستعمل service wiki base label إلى آخره. هذا أول شيء. ثاني شيء خدمة جلب الأسماء تلقائيا بلغات متعددة لا تمكن من الحصول على description أو add label الأوصاف أو التسمية البديلة، وهنا وجب معرفة كيفية جلب هذه الأوصاف والتسمية البديلة باستخدام schema description و scores add label. نمر إذن للترتيب والحصر. كما قلنا من قبل في صيغة طلب استعمال سباركل أن هنالك بعض مغيرات الاستعلام، ومنهم limit و offset و order by، هذه ثلاث مغيرات الاستعلام، وهي تكتب بعد where على فكرة، على عكس مثلا values التي تكتب في داخل الشروط كما بينا مسبقا. طيب بالنسبة لـ offset تستخدم لتخطي عدد معين من الصفوف في النتائج، يعني إذا أردنا ألا نأخذ باعتبار العشر النتائج الأولى نكتب offset 10 ويبدأ عرض النتائج من النتيجة رقم 11. limit وتستعمل بعد offset تظهر أول 10 نتائج من النتيجة، يعني عندما نكتب offset 10 limit 10 سوف يتم تخطي العشر نتائج الأولى وإظهار عشر نتائج الثانية. هذا كل ما في الأمر. Order by تستخدم للترتيب، وهي تكون آخر جزء من أي استعلام سباركل، وتكتب Order by ثم المتغير أو مجموعة المتغيرات التي سوف يتم الترتيب على أساسها. يمكن أن تكون مجموعة متغيرات مفصولة بمجموعة من الفراغات، يعني مثلا نريد الترتيب بالاسم واللقب، نكتب order by surname space for name مثلا أو first name، ويخرج الترتيب ترتيبا تصاعديا باللاست نيم، وعندما يكون اللاست نيم هو نفسه يعني اللقب هو نفسه يتم الترتيب على اساس الاسم فيرست نيم. اذا اردتم الترتيب تنازليا تكتبون ديسك وتضعون المتغير بين قوسين، وهذا كل ما في الامر، ويصبح الترتيب تنازليا. هذا كل شيء بالنسبة للترتيب والحصر. الآن الفلترة، نحن بينا الفلترة قبل
مع الأسماء والأسماء المستعارة والديسكريبشنز، لكننا لم نبين كيفية عمل الفلتر بصفة عامة. فلتر يكون شرط، وهو شرط بوليان، يعني شرط منطقي مثل ما موجود في أي لغة برمجة يعني. ويكون الشرط إما ترو يعني صحيحا، أو فالس أو خطأ، وإذا كان خطأ يعني لا يتم إظهار النتائج، وإذا كان صحيحا ترو يتم إظهار النتائج. طيب، سوف نبين الآن بعض استعمالات فلتر. أولا، فلتر يمكن استعمالها مع شرط معين. نكتب مثلا لإظهار عمر أكثر من 18 سنة، نكتب فلتر ثم بين قوسين age أكبر من 18، ويظهر الأشخاص الذين أعمارهم أكثر من 18 سنة. هذا بسيط. ثم فلتر مع لغة معينة باستعمال long كما بينا من قبل في التسميات باللغة الإنجليزية. فلتر long label يساوي UEN، وسيعيد فقط التسميات باللغة الإنجليزية. ثم فلتر مع نمط نصي أي rejects، يمكن أن تكتب فلتر rejects name A يعني يبدأ بحرف A. rejects هذا يعني يبدأ بحرف A، وسوف يعطيك النتائج التي تماثل الريجيكس الذي قمت بصياغته أين كان الريجيكس. ثم فلتر مع قيم متعددة، يمكن أن تستعمل فلتر country مثلا in، ثم تعمل بين قوسين مجموعة من القيم مفصولة بفواصل، وهنا يعني إذا كانت النتيجة، إذا كان البلد أحد هذه البلدان فأظهر النتيجة، إذا لم يكن أحد هذه البلدان فلا تظهرها. ثم هنالك فلتر مع عدم وجود قيمة، تكتب فلتر not exist، ثم تكتب البيان الذي لا تريد أن يكون موجودا في الخاصية. هذا كل ما في الأمر. طيب، شروط يمكن استخدام بعض المشغلات المنطقية the logical operators. هناك and، وهي نفسها موجودة في جافا وجافا سكريبت، التي هي اثنين من هذه الواو التي يسميها e de fantaisie بالفرنسية، يعني تكتب اثنين، هذا يعني و، يعني الشرط الأول والشرط الثاني يجب أن يكونا موجودين. إذا كان OR تستعمل البايب، اثنين من البايب وتصبح أو. بالنسبة يساوي هي يساوي، إذا كان غير مساوي أي different from تستخدم نقطة تعجب ثم يساوي. التجميع وهو أمر حقيقة معقد، ولكننا سوف نقوم بطرحه. أحيانا تريد أن تقوم بحسابات معينة بالأخذ بعين الاعتبار بعض المتغيرات دون غيرها. مثلا تقول أنا أريد أن أحسب المساحة المتوسطة للبلدان الموجودة في إفريقيا، تخرج العناصر، تكتب country يعني بلد، instance of country يعني نموذج من بلد، ثم تكتب موجود في قارة أفريقيا، ثم تكتب مساحة. هنا يجب أن تقوم بعملية تجميع، لأنك تريد أن تحسب مجموعة على حساب القارة، قيمة يعني قيمة معتمدة على variable معين، على متغير معين. هنا تكتب في الأسفل
قبل مباشرة قبل order by تكتب group by. تكتب group by وتختار الكاتيجورية التي ستقوم بالحساب على أساسها. هنا تكتب group by continent التي هي القارة. ثم في الأعلى في خانة المتغيرات سوف تقوم بتحديد المعدل معدل المساحة، فتكتب average أي AVG والتي هي تحسب المعدل. تكتب قبل كل شيء القارة، بما أن الحساب على حساب القارة تكتب continent هكذا، ثم تكتب AVG المساحة بين قوسين as average مثلا، وبين قوسين تكتبها بين قوسين وتحسب ويخرج لك المساحة. هناك عديد من الأشياء التي يمكن حسابها، ويمكن حساب عدد البلدان، يمكن حساب مجموع المساحات، ممكن معدل المساحات، أقل مساحة، أكبر مساحة إلى آخره. هناك count لحساب العدد، sum لحساب المجموع، AVG لحساب المعدل، min لحساب الأقل، وmax لحساب الأكثر. طيب هذا كله مثابر. الفلترة حسب النتائج. أحيانا لا تريد الفلترة على حساب عدد رتبة النتائج مثلا، تريد الترتيب على حساب قيمة نتيجة معينة، قيمة متغير معين. هنا يمكنك استعمال هافينج، يمكنك استعمالها بعد جروب باي، أي بعد جروب باي وقبل أوردر باي. هنا تكتب هافينج، تكتب هافينج بين قوسين وتكتب الشرط. الشرط يكون مثلا أكبر من، أصغر من، مثل فيلتر بالضبط الشرط، ويكون يأخذ بعين الاعتبار المتحولات الموجودة في قيمة المتحولات الموجودة في الشروط أو بعد سيلكت. هنا مثلا بعد التجميع حساب ايتم يكون أكبر من 5 مثلا، هنا المجموعات التي تحتوي على أكثر من 5 عناصر مثلا. مثال هنا الذي تحدثنا عنه هو عدد البلدان في القارات. إذا كانت القارة فيها أكثر من 5 بلدان نقوم بعرضها، إذا كانت القارة ليس فيها أكثر من 5 بلدان لا نقوم بعرضها. هافينج مع شروط متعددة يمكن أن تستعملوها من غير جروب باي في قيمة مساحة. مثلا نقول ما هي البلدان التي مساحتها أكثر من 100 كيلومتر مربع، تكتب هافينج المساحة أكبر من 100 ألف، بما أن المساحة بكيلومتر مربع، وتغلق القوس، وهذا كل ما في الأمر. إعادة تسمية المتحولات هذا مهم جدا. أحيانا قد تريد إعادة تسمية المتحولات هي أسماء أكثر تعبيرا. هنا ما تفعل، تفتح قوس وتغلق قوس في بعد سيلكت، وتكتب اسم المتحول وتكتب اس والاسم الجديد. أحيانا هناك فورمولا، يعني هناك صيغة مثل استعمال ديليت مثل count مثل sum مثل avg، وتريد أن تعرف بها، فتكتب الصيغة ثم تكتب as ثم تكتب اسم الفاريبل. مثلا تريد استخدام as مع تعبيرات حسابية،
ليس ماضي ليت التجميع. تكتب name ثم year. year إذا كنت تريد سنة تاريخ معين تكتب as year مثلاً. إعادة تسمية النتائج المجمعة مثلاً. إيوضع أن تحسب كي عدد النتائج وتخرجها مثل هذا المثال عليه. يمكن أن تستخدم في النتائج المجمعة عدد المبيعات للشخص الواحد للكاتب الواحد. تكتب select other sum sales as total sales وهو مجموع المبيعات. أظن أنا أمر جيد. بالنسبة للديليت في سبارك هي تقريبا نفس الديليت الموجودة في سيكول لمن يعرف. هنالك كاونت للعد، سام للمجموع، اي في جي للمعدل، مين للحد الأدنى، ماكس للحد الأقصى، كونكات لدمج سلسلتين نصيتين، اس تي ار لتحويل قيمة إلى سلسلة نصية، اللغة لونج لاستخراج اللغة نص معين أو ليبل معين، اسم أو اسم مستعار أو ديسكريبشن يعني وصف، الاير لاستخراج السنة من قيمة تاريخية، ديت مانث لاستخراج الشهر، دي لاستخراج اليوم. الحروف الكبيرة يعني upper case U case تحويل نص إلى أحرف صغيرة lower case يعني L case، rejects للتعبير للتحقق من أن التعبير يطابق نصا نمطا معينا، نمط rejects معين. str length طول النص عدد الأحرف يعني. substring يعني استخراج جزء من النص بناء على عدد الأحرف التي تريد استخراجها وحرف البداية اسمه substr. ثم replace لاستبدال جزء من النص بجزء معين مثلا لاستبدال Apple بمثلا tomato في سلسلة النصية. تكتب replace اسم المتحول ثم تكتب الأول ثم تكتب الثاني وهذا كل ما في الأمر ويتبدل النص بنص آخر في السلسلة النصية المطلوبة المتحول يعني. ثم تحويل معرف فريد عالميا يعني استخدام تحويل سلسلة نصية إلى URI. تستخدم في هذا الأمر UUID يعني عندما تريد تكوين URI باستخدام بعض التحويلات على سلسلات نصية ثم النتيجة تريد تحويلها إلى معرف فريد فيمكن استعمال UUID وهذا كل ما في الأمر. العمليات الحسابية خصوصا في الشروط وفي تعريف المتحولات يمكن استعمال عملية الجمع والطرح والضرب والقسمة. واستعمال عملية الجمع والطرح والضرب والقسمة يتم باستخدام المشغلات الرياضية التي تستخدم في أي لغة رياضية أخرى أو لغة برمجية أخرى وهي المع والإلا والفي والعلى يعني المشغلات العادية التي تستخدم حتى في سيكول. أحيانا قد تحتاج إلى تعريف متحول في الشروط عوضا عن تعريفه في خانة المتغيرات. هنا يمكن استخدامه لتعيين قيمة ثابتة لمتغير أو لتعيين قيمة استنادا على حساب معين أو لتعيين قيمة استنادا إلى تعبير عن معقد. والحقيقة يتم ذلك لأننا في حاجة لاستخدام هذا المتغير في حسابات أخرى أو في شروط أخرى لذلك قد نحتاج إلى تعريفه
في خانة الشروط، لأننا إن عرفناه أعلاه في خانة المتغيرات قد لا يمكننا، أكيد لا يمكننا استعماله، ليس تقريبا، أكيد لا يمكننا استعماله للحصول على شروط أخرى. طيب أمثلة لتعريف المتحول في الشروط، نستعمل بنت ثم الفورمولا يعني التعبير ثم as ثم الاسم الفاريبل ثم نغلق القوس. طيب تعيين قيمة ثابتة، يمكن قيام بكتابة قيمة ثابتة مثلا 30 أو سلسلة نصية يعني constant. ثم يمكننا أن نقوم بتعريف قيمة استنادا إلى حساب مثلا price في 0.9 أو في 0.05 مثلا للضرائب أو أي شيء. ثم تعبير معقد مثلا لتعريف العمر نستخدم year now يعني السنة الحالية، now هو التاريخ الحالي، إلا year birth date يعني تاريخ الولادة، as age يعني العمر. حسنا، قلنا في البداية أننا أنه يمكننا اختيار طبيعة عرض النتائج في واجهة المستخدم لخدمة استعمال سبارك، يعني يمكن أن أختار أن أعرض النتائج كخريطة، كرسم بياني، كجدول إلى آخره. لكننا لم نقل أننا يمكن اختيار طبيعة عرض النتائج في استعلام سباركل حتى يتم عرض النتائج باستخدام النوع الذي أردنا أن تعرض النتائج خلاله بصفة تلقائية، يعني بمجرد الضغط على زر تشغيل الاستعلام النتيجة تظهر بطبيعة العرض التي اخترناها. هنا قبل الاستعلام سباركل يمكننا استخدام DS Default View، وهي تستخدم لتحديد نوع العرض الافتراضي يعني Default لاستخدام لنتائج الاستعلام سباركل. الصيغة DS Default View ثم نقطتين ثم View. الفيو يمكن أن تكون Table, Graph, Map. أنتم يمكن أن تستعملوا Control Space وتظهر لكم القائمة التي فيها كل الطرق عرض النتائج وتختارون ما تريدوا. المهم مثلا لعرض النتائج بجدول قبل الاستعلام تكتبون DS Default View Table. لعرض النتائج كرسم بياني كشبكة بيانية دليلية يمكن أن تستخدموا Default View Graph. كخريطة يمكن أن تستخدموا Default View Map إذا كانت بالطبع البيانات تحتوي على إحداثيات. طيب هنالك أيضا استعمال سلاش ونجمة لتحديد علاقات غير مباشرة كشروط. هنا نرى مثال قد تجدونه كثيرا في بعض الأمثلة لاستخدامات سباركل، وهو خاصيتين مفصولين بسلاش على ثم وقد تجدون مثال على استخدام خاصية مرفوقة بنجمة. في حالة استخدام النجمة هذا يدل على أننا نبحث عن Y التي هي Object ل X بالطبع Object مفعول به غير مباشر باستخدام الخاصية في 279 التي هي Subclass of،
يعني هذا أن x هو p 279 يعني subclass of يعني صفة فرعية من item 2 item 3 item 4 حتى item n كلهم مربوطون ب p 279 حتى ال y. يعني هذه الخاصية هي تربط كل x مربوط ب y باستخدام سلسلة من العلاقات التي هي تستعمل الخاصية نفسها ب 279. بالنسبة للسلاش هي تستعمل لربط x بخاصية معينة لعنصر وسيط يكون مربوطا ب y بخاصية أخرى. يعني مثلا نحن نبحث عن x الذي هو نموذج من تصنيفات فرعية من y غير مباشرة، فنفعل wdt p31 slash ثم wdt p279 نجمل، ويكون هذا الأمر، يكون x هناك p31 ثم هناك item 1 وهو item وسيط يعني عنصر وسيط، ثم العنصر الوسيط مربوط بسلسلة من علاقات P279 BY وهذا يعني P279 نجمة. هنالك أيضا، وهذا آخر شيء سأبينه اليوم، طريقة للاستعلامات الفرعية. ماذا يعني استعلامات الفرعية؟ يعني أننا نستعمل استعمالا فرعي للبحث على جزء من المعلومة، ثم نستعمل الاستعلام الفرعي في الاستعلام الرئيسي. يعني أنه استعلام يدرج داخل استعلام آخر، مثل ما ترون هنا في المثال الأول هناك select variable الاستعلام الفرعي select فقط بين curly braces، يعني وقمنا بإنشاء select ثانية داخل الشروط، ثم كتبنا الاستعلام الرئيسي داخل الشروط بعد الاستعلام الفرعي. المهم أن يكون الاستعلام الفرعي بين curly braces ثم نكتبه فقط. الطريقة الثانية هي تستعمل with ثم curly braces ونكتب الاستعلام الفرعي داخل with مثل ما ترون هنا، ثم نكتب as ونكتب اسم الاستعلام مسبوقا برمز بالمئة، ثم في داخل الشروط عندما نكتب where نكتب include ونكتب علامة بالمئة واسم الاستعلام الفرعي ونكتب نقطة، ثم نكتب الشروط الاستعلام الرئيسي. يعني هناك طريقتين للقيام بالاستعمال الفرعي، وهذا الاستعلام الفرعي يمكن استخدامه لجلب نتائج أو إجراء عمليات معينة تستخدم لاحقا في الاستعلام الرئيسي. الهدف هو تبسيط الاستعلامات المعقدة، فصل المنطق إلى أجزاء أصغر يمكن معالجتها بشكل أسهل، والحصول على نتائج مبدئية تستخدم في تحديد وتصفية البيانات في الاستعلام الرئيسي. لتفسير هذا، تخيلوا أنكم تستعملون select where بدون استعلام فرعي. ما الذي سيفعله سباركل؟ سوف يتثبت من كل شرط في كل العناصر. هذا يأخذ الكثير من الوقت. لكن عندما نعمل الاستعلام الفرعي، نبدأ بتفصيل مبدئي للعناصر التي نريد أن نقوم بتحليلها. يعني نقوم select where ثم نقول مجموعة إنسان
ثم نقول انه مثلا مهندس، مثلا يشتغل مهندس. ثم نقوم بالتعريف. نحن تمكنا من استخراج المهندسين في الاستعلام الفرعي. ما سيقوم به الاستعلام الرئيسي هو عوض ان يبحث في كامل ويكي بيانات عن شروط الاستعلام الرئيسي، سوف ياخذ نتائج الاستعلام الفرعي ويبحث داخله، وبذلك يمكن ضغط الوقت بشكل كبير والتحيل نسبيا على شرط التايم اوت ليميت، وهو حد الوقت في استعلام سبارك. هذا كل شيء. اعترف ان الامر كان معقدا نسبيا، ونظرا لضريبه الوقت لم نتمكن من الاستفاضه اكثر واضافه امثله تطبيقيه لكل ما فسرناه خلال هذه الجلسه في هذا العرض، لكنني انا متاح حاليا للاسئله ولتفسير كل ما كان معقدا نسبيا وكل ما قد يستعصى فهمه من طرفكم. لذلك انا وبصدر رحب مستعد لتلقي اي اسئله او تفسير اي شيء الان، حتى يتسنى لكم التمكن نهائيا من استعلام سباركل. شكرا لكم.